المحافظة عندنا؟ نعم. من المحافظة؟ لا مش محافظة. من مصر؟ أنا من مصر. اللي كان هنا 31 لجنة. كم سيدات وكم؟ السيدات 15 والباقي 16 رجال. فضل انتخابي. في نظام؟ في حد بيخدمك؟ الأمن متردد بصورة كويسة؟ أنا أول مرة جاي انتخب لأني فكرت إن الانتخابات نزيهة. فقلت ده في تغيير والكلام ده. فجاي بدي الأستاذ اللي على الكمبيوتر البطاقة اللي هو يطلع لي اسم من على الكمبيوتر. قال لي انت مالكش اسم، احنا ما بنطلعش الا للحزب بس، اللي هم تبع الحزب هم اللي احنا بنطلع لهم الاسامي. فهل انا لو انا مش تبع الحزب يبقى انا مش هنتخب؟ فانا دلوقتي هاخد بعضي وهروح. مشكلتي انا بنتخب هناك على طول، انا بنتخب في لجنه متعوع على طول، وبعدين في الاخر يقولوا لي ده بقى الشيخ شغاله الشيخ محمد سيد خطاب في درس الاوقاف الثانويه، برضه درس الاوقاف الثانويه مش لاقي، كل ما جاي ببحث مش لاقي، باجي انتخب على طول. لا مش عارف ليه، واسماء معينه، لا مش عارف تنظيم، ما هو في لابتوب وفي قطعات جديده، في كده كانت في حاجات دي خالص. عشان فاكر ان هي تجربه ديمقراطيه، انما للاسف وقعت عليها البطل يعني.